عمدا لرب منعم هدى لدين قيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. رتب الفشل، والفشل معناه واسع جدا: سقوط، تردي، انحدار في شتى المجالات، على رأسها الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: خير من الصلاة والصيام والصدقة يا رسول الله؟ قال: نعم، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. فالفشل مرتب على التنازع، والفشل ابتداء يكون بالبعد عن الدين. لذلك أعداؤنا يسعون ليل نهار لاستعمال أناس من بني جلدتنا باسم الدين والتدين والحرص على السنة والحرص على فهم السلف والحرص على مصلحة الناس، ينشرون الخلافات، ينشرون الشقة، ينشرون كل ما اجتمعت الأمة عليه، يسعون لهدم هذه الكليات. وقد فضح الله تعالى هؤلاء في أول سورة في القرآن الكريم في بدايتها: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، إصلاح العقائد، باسم إصلاح العقائد يكفرون المسلمين، إصلاح المناهج، باسم بإصلاح المناهج يفسدون أخلاق الناس، ينشئون لنا نشأ وفئة مستعد أن يكفر أباه، مستعد أن يكفر الأمة، يكفر علماء المسلمين، لأنهم خالفوا ما ورثه هو من ثقافة فاسدة من هؤلاء أدعياء الإصلاح. الفشل أيها الإخوة الأحبة يبدأ من البعد عن الدين، من التنازع، من الاختلاف القلبي. أما الاختلاف بين العلماء الذي مكانه الكتب مع وجود التربية والتزكية الصحيحة فهذا رحمة على الأمة، رحمة على الأمة، توسعة على الأمة. اختلاف أبي حنيفة ومن سار أبو حنيفة على طريقه من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وهو تابعي جليل، مع سائر الأئمة، هذا اختلاف رحمة. نخرج زكاة الفطر نقودا أو عروضا أو حبوبا، هذا كله سائغ، ثبت عن الصحابة هذا وهذا، وتبعهم التابعون وأتباع التابعين إلى زماننا هذا. فلماذا إحداث واختلاق الفرقة في هذا الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى الاجتماع والاتحاد؟ كفانا فرقة، وهل أغرى بنا أعداءنا إلا الفرقة، إلا التنازع الذي هو السبب الأول والأصيل للفشل؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. الريح إعصار يدمر الباطل، فإذا تنازعنا كل دفعة من دفعات هذا الريح تقوي أختها فتسبب إعصارا يدمر كل ما أمر بتدميره من الباطل. فإذا انفصلنا عن بعضنا البعض كالجسد إذا انفصل. هكذا أيها الإخوة الأحبة يحذر القرآن الكريم، يحذر الأمة جمعاء من التنازع الذي هو السبب الأصيل في الفشل والبعد عن الدين. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي هو أصل في التعامل، تعامل الشعوب مع الحكام، أصل، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الحكام فقط، الحاكم، الإمام الأكبر، الإمام الكبرى، لا، مع ولاة الأمور كيف نتعامل معهم؟ قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة.
في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. إيش الأثرة؟ أن يستأثر بالموارد والخيرات، تأخذها فئة معينة ولا تلقي للعامة إلا الفتات. قال: وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث أصل عظيم في تعامل الشعوب الرعية مع الراعي. ما هو هذا الأصل؟ هذا الأصل أيها الإخوة الأحبة له طرفان ذميمان ووسط. الطرف الأول نظر إلى الشق الأول من الحديث. الشق الأول يقول: عليك بالسمع والطاعة، عليك بالسمع والطاعة، كما في الحديث الآخر: وإن تأمر عليكم عبد، والعبد لا يصير أميرا إلا بالتغلب والقهر والجبر. طيب، بالسمع والطاعة. وعلى ألا ننازع الأمر أهله، إيش معنى ذلك؟ يعني لا تنظر إلى الكرسي، لا تنازع صاحب الكرسي، لأن الفتنة المترتبة على التنازع أعظم بكثير من المصالح التي تزعم أنك ستحققها. والدليل على ذلك ينظر في التاريخ الإسلامي والواقع الإسلامي، كل من أراد الإصلاح بطريقة الانقلاب ماذا كانت النتيجة؟ الناس يقولون: الله يرحم أيام ما مضى. هذا الشق الأول، وهو عدم منازعة الأمر أهله. طيب، ما هو الإشكال في هذا، أو ما هو الطرف الغالي في هذا؟ أنهم جعلوا ولاة الأمور آلهة يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وبدعوى السمع والطاعة جعلوا كلامهم مقدما على ثوابت وقطعيات الشرع. مهما فعل ولي الأمر، مهما شرع من تشريعات مخالفة، وركزوا على قضية مخالفة، هناك تشريعات حادثة لتحقيق المصالح ولكنها لا تخالف الشرعيات، هذه لا إشكال، لا إشكال فيها، تسمع وتطيع. لكن إذا صار هناك شريعة تضاهي شريعة الله، تصادم شريعة الله، تعاند شريعة الله، فكيف تأمر بالسمع والطاعة؟ إذا انتشر الظلم وقنن الظلم فكيف تقول اسمع وأطع؟ الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا جاء الأمر موافقا لكلام فقهائنا أو جاريا على وفقه وفيه مصالح للعباد، فعلى الرأس والعين سمعا وطاعة وحبا وكرامة. هذا الجانب الأول من الحديث اللي هو السمع والطاعة وعدم منازعة ولاة الأمور سلطانهم وكراسيهم. الشق الثاني: وعلى أن نقول بالحق أن أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الدين وسط، شريعة أحسن الشرائع، لا إياك أن ترضى بالظلم. من رضي بالظلم ودعا الناس إليه وإلى الرضا به فهذا كان السلف يصفونه بأنه باع آخرته بدنيا غيره. قال: من شر الناس؟ قال: من باع آخرته بدنياه. قال: ومن أشر منه؟ قال: الذي باع آخرته بدنيا غيره. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الأتباع، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الذي يأخذ بهذا الجانب متطرف، والذي يأخذ أو يذر الجانب الآخر متطرف. الذي يرضى بالظلم ويطوع الناس، يحاول تطويع الناس له بالرضا به بدعوى الواقعية، هذا غال متطرف. النظر إلى الواقع مهم جدا أيها الإخوة الأحبة. من الحكمة ألا تعيش في برج عاجي في عالم المثال الذي لا وجود له على وجه الأرض. الصراع بين الحق والباطل قائم،
من لدن نزول آدم عليه السلام وإبليس إلى على هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعالم المثال غير موجود. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه اللي هو أطهر الأزمنة خير الناس قرني كان هناك منافقون وكان هناك ظلمة مخبؤون، كلما ضعفت الأمة اشرأبت أعناقهم. الذي يرضى بالظلم فاشل وخاسر، والذي يستطيع أن ينكره بالوسائل المشروعة ولا ينكره كذلك، وبالمقابل الذي يدعو العامة يهيجهم يهيج عواطفهم بسبب الظلم الموجود إلى الخروج، الذي سيترتب عليه فقد أعظم نعمة بعد الإسلام، ألا وهي نعمة الأمان التي قرنت بالإيمان. فلا إيمان بلا أمان. أمان تأتي إلى المسجد، تقيم حلقات التعليم، تعلم الناس، تحفظ القرآن، تدعو إلى الله بكل حرية، تبين الحق أمام كل أحد، هذا من نعمة الأمان. إذا فقدت لا قدر الله نعمة الأمان، ماذا يترتب؟ لا تستطيع أن تتكلم أي كلمة، لا تستطيع. نحن بفضل الله تعالى هنا في هذا البلد المبارك ولله الحمد والمنة نتكلم بالحق، نتكلم بالحق وننكر الباطل بقدر ما آتانا الله تعالى من وسع وطاقة. شعار الأنبياء عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يوسف عليه السلام وشرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه. على هذا أقطاب أئمة أهل السنة الحنفية والمالكية والحنابلة، تولى وزارة المالية لحاكم كافر وسعى للإصلاح، كان في السجن مصلحا داعيا إنا نراك من المحسنين، ولما اعتلى الكرسي والمنصب لم يأل جهدا في النصح للناس وفي إصلاح الناس وفي تقريب الناس من الله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن أيها الإخوة الأحبة، كالذهب إن وضع في الطين فهو ذهب، وإن وضع في على العرش كذلك هو ذهب لا يتغير. المسلم دائما ينصح للناس ويبين الحق للناس ولا يخاف في الله لومة لائم. لا نرضى بالظلم. الواقع على أهلنا في غزة ظلم، أعظم مراتب الظلم أيها الإخوة الأحبة على مرأة من البشرية جمعاء ظلم. وسكوت المسلمين حكاما ومحكومين عن هذا الظلم ظلم. لا ينازع في هذا إنسان له أدنى مسك من عقل، له أدنى معرفة بالشرف. هؤلاء أهلنا بنو جلدتنا، تسلط عليهم أعداؤنا أرذل خلق الله، حثالة، رذالة، قمامة، زبالة الشعوب، تسلطوا على خير خلق الله الموحدين ونحن ننظر. ما الذي يمنع الأمة من الاجتماع على هذا العدو؟ والله يا إخواني الكرام هو حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله. هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. وضعوا القصعة، تفضلوا تفضلوا، قال لا حاجة لنا بالطعام، تعال يا رجل عيار الشبعان 40 لقمة، كل يا رجل تعال، المسلمون ضعفاء، خذ بحظك خذ بنصيبك كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال أو من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ والله هذا الحديث يا إخوة الكرام كفيل بنا، كفيل أن يعيدنا إلى ديننا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1445 سنة بيّن لنا الداء والدواء، بيّن لنا المشكلة وحلها. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، متفرقون لا قوة لكم. سبب ذلك يا إخوة الكرام الفرقة الذي أسقط الأندلس من أيدي المسلمين هو تفرقهم، تفرقهم واستئثارهم بالدنيا. الذي أسقط الخلافة العثمانية هو التفرق. أعداؤنا سعوا لإنشاء، لإخراج، لإنبات بذرة خبيثة
همها الإفساد، ولكن يأتون بها بقالب الإصلاح من خلال الثورات الداخلية التي عنوانها الإصلاح ولكن باطنها ولبها الإفساد. خرجت دعوة تقول الأمة وقعت في الشرك وفي عبادة القبور وفي عبادة غير الله واجتمعت على ذلك. طيب ما هو المطلوب؟ الخروج على الدولة العثمانية وقتال الدولة العثمانية. طيب ماذا ترتب على هذا؟ خنجر هنا وخنجر هناك وحملات صليبية والصفوية وهنا وهناك. صارت عجوزا هرما مثخنا بالجراح حتى سقطت، ولم يعد هناك دولة واحدة حامية للإسلام، الإسلام الصحيح، الإسلام السني، لم يعد هناك أي دولة. السبب هو ماذا؟ التفرق والتشرذم إلى فرق متناحرة. أما السبيل أيها الإخوة الأحبة هو الإصلاح بالحكمة. كل واحد منا لو قام بدوره في الإصلاح لانحلت مشاكل الأمة. إذا رجعنا إلى الله يا إخوان الكرام كما في الحديث لن ينزعه الله عنكم، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ايأسوا من نصرة الله حتى ترجع الأمة، لا أقول كلها ولكن ترجع فئة كافية لإنزال نصرة الله تعالى عليهم. لابد من الرجوع إلى الدين. ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ما الذي يمنع الدول الإسلامية من أن تتحد ضد هذا العدو الذي اتحد أهل الباطل على نصرته وعلى إمداده؟ ولايات متحدة على ألا تتحد هذه الأمة، أحلاف معاهدات قامت على ألا تتحد هذه الأمة وعلى أن تبقى متفرقة على أساس الشعوبية والقومية والعرقية. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. فلذلك إخواني الكرام المطلوب من كل واحد منا أن يقوم بدوره في الإصلاح بدءا من بيته وأنفسكم وأهليكم نارا، انتقالا إلى حيز عمله الدائرة التي تعمل فيها تكون دائما ناصحا، وإيانا ثم إيانا أن نرضى بالظلم، وإيانا ثم إيانا أن نيأس من رحمة الله. أقسم برب العزة إن الله ناصر هذه الأمة، والله مهما تحالف أعداؤنا ضدنا فحالهم كما قال ربنا عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تخيلوا قوما اجتمعوا على أن يطفئوا الشمس، قالوا يا أيها الناس ودعوا الشمس فلن تروها بعد اليوم. فيقول القائل ماذا ستفعلون؟ ما هي التكنولوجيا التي وصلتم إليها لإطفاء الشمس؟ قال هذا منظر مثير للسخرية، مثير للاستهزاء. هذا حال أعدائنا مع ديننا، والله لا يقاتلوننا إلا لتجريدنا عن ديننا. وكل ما ينفقونه في هذا السبيل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طيب ما الذي سيحصل يا ربنا؟ قال فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب لماذا يا ربنا تفتح لهم المجال؟ لماذا من البداية لا تأخذ على أيديهم وتقمعهم؟ قال ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نفايات بشرية، كفرة، مشركون، منافقون، متآمرون، متعاملون، كله لا يحدث لا يظهر إلا بعد الفتنة بعد الامتحان. أسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين ويحفظ هذا البلد من كل فتنة ومن كل شرير وفتان. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.